وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب. ومنها نخرجكم للعرض والحساب. يا عبد الله وابن أمك مت رحمة الله. ذهبت عنك الدنيا وزينتها وصرت الآن في برزخ من برازخ الآخرة. فلا تنسى العهد الذي فارقتنا عليه وهي شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا أتاك الملكان الموكلان بك وبأمثالك وقال لك من ربك وما دينك وما اعتقادك ومن نبيك ومن الذي مت عليه فقل لهما بلسان طلق بلا خوف منهما ولا فزع الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولي والكعبة قبلتي والصلاة فريضتي والمسلمون إخواني والمسلمات أخواتي وعشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قال لك ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وفي الخلق أجمعين فقل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فآمنا به وصدقنا برسالته. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تمسك يا عبد الله بهذه الحجة واعلم أنك مقيم في هذا البرزخ إلى يوم يبعثون. واعلم أن الموت حق وأن القبر حق وأن السؤال فيه حق وأن البعث حق وأن الحشر حق وأن الحساب حق وأن الصراط حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ونستودعك الله يا أنيس كل وحيد ويا حاضرا ليس يغيب. اللهم أنس وحدتنا ووحدته وارحم غربتنا وغربته وقه فتنة القبر وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والبهجة والسرور واجعله من سعداء أهل القبور. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله. اللهم غسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من دارك وأهلا خيرا من أهلك. اللهم اجعلنا وإياه مع الذين نعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واغفر اللهم لنا وله ولوالدين ولوالدي ولكل المسلمين والمسلمات أجمعين. وله منا ثواب الفاتحة.